السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن وأبو عمر في زيارة البطل ستيفن فويدل، بطل المقاطعة الخامسة وصاحب أول إيس بيجن للمقاطعة الخامسة في سباقات اليوم الواحد. منير ستيفن، what have been been vandaag and waar komt die duif uit vandaan? Dit is de eerste provinciale asduif eendagse vond. En hij heeft 6 vluchten gevlogen en hij heeft 6 keer bij de eerste 10 gevlogen. هذا أول إيس بيجن المقاطعة الخامسة وطاير 6 سباقات 6 كير فلوخة أن 6 كير بلايس 6 كير بلايس 6 وست مرات في العشر الأوائل وهو طبعا من 2020 وهذا شيء مؤلم من 2020 طير شبابات على ما يقولوا وأخذ الأول إيس بيجن بمقارعة الأبطال الكبار يعني هذه مقاطعة الكبار وهذا الطير يقارع أفضل أبطال وأفضل طيور موجودة في العالم هذا دايركسون اي كاتشر هذا ابن مباشر للاي كاتشر اللي هو افضل طير بريدنج عند ستيفن والمدر المدر is van Gerard Koopman en die komt uit een halfzus van Manu met een volle broer van Raisa van gebroeders Leideman Manu en Raisa من البلودلاين تبع البطل كوبمان يعني هذا ستيفن على كوبمان بس ستيفن خويبل مش ستيفن لامبرت ابو عمر ان شاء الله هيمسك الطير ويعطينا فكره عنه الطير ما شاء الله يعني جسمه جميل قبضته حلوه تسكيره اللي تحت العظم ايضا ممتاز هذا جناحه ما شاء الله عشان اوتلت لك ادرك يقول لي ستيفن يقول لي انه الطير هذا دائما فايتل في الايد على طول تجي حرك ومش من السهل مسكه بس يعني ما شاء الله خبره ابو عمر تبارك الرحمن اسم على مسمى بلاك ايس بلاك ايس اوف سماها نعم ست سباقات وست نتائج في المركز الاول ست سباقات وست نتائج في العشر الاوائل العشر الاوائل وهذا افضل نتيجه ممكن يحصلها طير في الدنيا يعني ما شاء الله في العمر هذا كمان صغير شبابات عايز اونخفير ديفلوبمنت اوت اوف فورج يناير هذا من انتاج السنه اللي فاتت شهر يناير ايه عظمته صغيره ها عظمه الكتف ما شاء الله قصيره قصيره als jonge duivers die gewond aan zijn vleugel bij eigen afweging eigen training هذا الطير هو كان طير صغير وهذه معلومه مهمه للناس هذا اتصاب في جناحه لما كان صغير بيجي later ingespeeld ولذلك سابق سباقات بسيطه جدا في نهايه الموسم وبعد كده دخل السباقات واخذ يعني دخل معترك السباق السنه دي وطلع افضل طير في المقاطعه الخامسه توب بيرد ستيفن كومبلمنت الموي العرض اللي تحت ينبض اللي هو في فايبريشن اللي في العضله عشان نت كلايم درايف ده فينك نت تويد ايجلر ستيفن بيقول لك انه هذا الطير رغم مسكته اللي انت عم تشرحها هذا لسه الانثى تبعيته بايضه يعني صار له اكثر من 3 4 ايام مو مرتاح جميل ما شاء الله تبارك الله انت تصور ما شاء الله تبارك الله هذا هاف براذر للبلاك ايس طبعا اي كاتشر الاب والام هي بنت النيو اولمبياد وطبعا هذا التوب سنيل هيدا يعني هذا الطير سرعه رغم انه هو طير ما زال صغير من مواليد 2018 سبق سباقات قليله جدا لكن من عام 2018
منتج طيرين فايزين المركز الأول. طبعا طير من أروع ما يمكن وروعة، مسكر وما شاء الله تبارك الرحمن، جناح جميل طب، وشورت اللي هو الذراع برضو قصير. شورت with the other hand. وطبعا هذه علامة السرعة، لما تكون الريشة بعيدة حوالي سنتيمتر عن اللاين الأسود، أو في عندك مسافة هنا تقريبا حوالي 4 سنتي، هذه مواصفة السرعة. ولما يكون المؤخرة تبعت الريش الأخير واصل وطويل لنهاية الذيل، يكون داخ فوند أو يكون برضو فوند. وهذا فايز 408 كيلومتر تقريبا، هذا فايز في مسافه 480 كيلومتر في هيدويند، ماخذ المركز الاول من ملون. ورغم ذلك ملون هذه موجوده في فرنسا 480 كيلومتر، بيعتبروها ميدل ديستنس ال 480 كيلو، وهو بيعتبر انه هذا الداخ فوند بالنسبه له كثير بالنسبه للبنيه تبعي. فهذا يعتبر في تستمت فوندان، يعني هذا ميدل ديستنس. طير طيب جدا ما شاء الله تبارك الله. يا ودي زين الحركة. امس كان يقول لي ليش تزخ الطير من الشباب في المجموعه in the group they were asking ابراهيم varum druk the cop nar for from here from the back from there. I said it is a kind of power of شو الاسرار والعزيمه. It is sort from the outstrawling from the dove. Yeah, I like it when they are powerful, but I like it the most when they are on the front of the results. Yeah, that's the best. I test. Yeah, the eye is very nice. I like it. Very his nice. Father has the same eye. I can show his father. Yeah. I catch it. I hope he's also a good breeder, but he gave two first prize winners with two different hands. So. I believe after two first prize is already a good breeder. But Stefan. I only bred two couple of eggs. So that normally I not breed from the races. Yeah, but that means that he's already a good breeder. Eh? I hope so. Yeah. Next year he will breed a lot. هذا لوفت مال. بس هالف برو مستيفن. How many birds you raise? How many? We start with basketing? 45 normally. Basketing for 45. Yeah, but on the last races we only play 10, only the best. The rest is going to the. Okay. Very nice. This is first chapter. From last year. It was a very very hard race. Okay. With more than 10.5 hours racing, and hot weather, headwind. And I really like him because it was a late bred from 2019. We only trained him as a young bird with no, he was lost all his feathers. Yeah. So just train as a youngster and as a yearling a few times. And now as a 2 year old on the 1 day long distance, he raised 5 prizes and the first prize on Châteauroux. Yeah. So this is one for the future. Stephen, I have a question about the race. Before basketing, do you mate cocks and hens? No. Just put them in the box. Yeah. Just no showing the partners before racing. No showing partner before the race. Yes. Yeah. Then when they come from the race, they see each other in the loft. Yes.
when they're on time. When they're too late, they don't see each other. Yeah. طبعا سألت الدكتور ستيفان عن طريقته في تحضير الحمام ليوم الباسكتينج. أقول له هل تدخل الذكور على الأناثي؟ فقال لا، يوم من السباق يتلاقون داخل اللوفت، لكن قبل الباسكتينج ما في، يعني ما يدخل الذكور على الأناثي أو الأناثي على الذكور. السبب؟ السبب؟ السبب يقول إنه ما يبغيهم يصيرون السباق وهم متنرفزين. الستريس والنرفزة، ما يعني المفروض إنه يسابق الطير وهو مرتاح، جاي من المسافة هذه وهو مرتاح، يدخل يشوف الـ يشوف الـ الأنثى أو الوليف. On the short distance is not the problem, but on the long distance I like when they eat a lot and they go relaxed in the boxes. They know what is gonna happen. So okay. It's not needed to motivate them in okay. the last moment. Okay, okay. When it's quality they will come. طبعا هذه يعني هذه فكرة من الأفكار اللي يمارسونها أصحاب الحمام الزاجل في السباقات. كل واحد له فكرته وكل واحد له طريقته، ومثل ما نقول دائما الواحد يعني يعني الواحد يعني يسوي تجاربه ويسجل الملاحظات، والملاحظات هذه يسجلها ويحتفظ فيها لنفسه، وهني وهذه هي الأسرار. السر أنك أنت تسويه بنفسك وتسجل الملاحظات عندك وتحتفظ فيها لنفسك. طب أوخ هي الموية أوخي. The base of that line is marathon pigeons. I see it. So they always come with low speed. 1500 meters you don't see. ما شاء الله. هذا الطير أساسه ماراثون. والماراثون هنا يعني بتكلم على 900 ألف كيلومتر. بس ما شاء الله طير جميل جدا. حجم متوسط صغير. They could play 800 also I think. But I did not do because I did not breed from them yet. I want to breed next year. So. هي حاول إن شاء الله إني ننتج منهم أكثر السنة دي، وهشوف نتائجهم في 800 برضو إن شاء الله. هذا سابق شاترو وهذا أخذ المركز الأول، وبسرعته تقريبا كانت حوالي 990 متر في الدقيقة، وهو طبعا this is a كوليخة فان شارلوك هولمز. زي the of the flucht سامي خدانا. هذا زميل شارلوك هولمز ومتسابقين مع بعض في نفس السباق. شارلوك هولمز عمل 1050 متر، هذا عمل 990. هذه طيور كواليتي، لانه سباق شاترو السنه دي شاترو دي تي ار باز دي الله مويلكست فلوخت اويت. اوك مويست فلوخت. ايرلك ايرلك فلوخت. سباق شاترو اللي احنا نتكلم عليه انا ودكتور ستيفان هو كان اصعب سباق شاترو في تاريخ الهوايه الهولنديه، وكان سباق بيسموه سباق ممتع، لكن ما كان في طير في سباق شاترو السنه دي طار اقل من 10 ساعات ونصف متواصل. تيخن ويند ويند كراخت فير، عكس نورث ايست، عكس اتجاه الهواء بسرعه 30 كيلومتر في الساعه. والهواء لما بيكون اساسه نورث بيكون مقبول، بس لما بيكون نورث ايست بيكون صعب جدا، لانه الحمام ممكن يروح في اتجاه المحيط. This pigeon seem to like it when the heart races. وهذيل never tired. هذا النوع من الحمام full energy، ما بيتعب في الطريق ولذلك بيقدروا يسووها. The funny thing that Sherlock Holmes is Gewoon and Vitesse van Delft. Yes, but when he's good he can do it. He was ready. Yes. Beautiful girl. Yes, I like it. Very nice, congratulations.